يا رب يا رب يا رب أعنا على تصحيح أخطائنا، يا رب أعنا على نفوسنا الأمارة بالسوء، يا رب لا تجعل أذية عبد من العباد على أيدينا، نعوذ بك أن نكون سببا في إضرار خلقك، نعوذ بك أن نكون سببا في سوق الضر إلى عبادك، نعوذ بك أن نكون سببا في حمل أذية إلى واحد من عبادك. اللهم اجعلنا فعالين للخير، اللهم اجعلنا أبواب للخير، اللهم اجعلنا أسبابا للخير، اللهم اجعلنا أدلاء على الخير، اللهم اجعلنا عناوين للخير، اللهم اجعلنا علامات للخير، اللهم اجعلنا من أهل الخير ما أحييتنا. إنك قلت في كتابك وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يا رب أعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فنجنا منها غير مفتونين. اللهم ومن كان منا قد ساق ضرا إلى عبد من العبيد فأعنه على رد الحق إلى أصحابه، وأعنه على التوقف عن سوق الإضرار لعبيدك. يا معين أعنا، يا معين أعنا، يا معين أعنا. اللهم إنا نسألك أن ترضى علينا رضا لا سخط بعده، وأن توفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. نسألك رضاك والجنة، لا ترنا نار جهنم، لا تسمعنا صوت نار جهنم، لا تجعل أحدا من أهلينا في نار جهنم، لا تجعل أحدا حضر معنا في نار جهنم. يا مولانا، يا رجاءنا، يا خالقنا، يا سيدنا، يا مالك رقنا، شفعنا ببعضنا، وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، واجعلنا جميعا إخوانا متحابين فيك، متعاونين فيك، متناصحين فيك، يعين بعضنا بعضا على طاعتك، يعين بعضنا بعضا على الخير، يعين بعضنا بعضا على البر. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وباعدنا يا سيدنا عما تكرهه وتأباه، وأجري على أيدينا خدمة بلادك وعبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا خدما لدينك، خدما لقرآنك، خدما لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ما أحييتنا جعلنا نزداد من فعل الخيرات، ما أحييتنا جعلنا نزداد من عمل المبرات، ما أحييتنا جعلنا سببا في سوق الخير إلى عبادك. اللهم أجري شفاء خلقك على أيدينا يا رب، أجري شفاء خلقك على أيدينا، وأجري قضاء حاجات خلقك على أيدينا، وأجري تيسير عسير أمور عبادك على أيدينا، وأجري إدخال السرور على قلوب عبادك على أيدينا، وأجري جذب قلوب العباد إلى حضرتك على أيدينا، مع الراحة والسلامة والسعادة والسرور لنا ولهم، والإخلاص والتوفيق والقبول. يا رب يا رب يا رب، إنا نريد أن نتقرب إليك ببر خلقك، فأعنا يا مولانا، فأعنا يا مولانا، واجعل ذلك سهلا إلينا ومحببا لدينا، وارزقنا فيه أعوانا، واجعلنا نتعاون عليه، وتعاون على البر والتقوى. اللهم اقض لنا حاجاتنا، واشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.